طالب الخدمات في ناحية الإسكندرية والأهل الإسكندرية وبالأخص محافظة بابل الكريمة. إحنا نريد خدمات ونريد نظافة ونريد كهرباء ونريد عيشة سعيدة، وإحنا من ضمن هذا البلد. إحنا ما جايين من خارج البلد، إحنا نريد أن نخدم شعبنا ونريد نمشي ويا حكومتنا. إذا صارت زينة ما نريد إحنا فاسدين إخلاص ما نريدهم. طلعنا وقلنا لهم وحشينا وسولفنا وما قبلوا بهذا الشيء ابد. الفساد الاداري ينخر في كل مكان، حتى هذا الرصيف الذي نقف عليه هو هو هو, هو جراء الفساد. هذا انشئ من الفساد. الفساد في العراق اصبح ثقافه، وهذه الثقافه لابد ان تدمر من قبل الناس الشرفاء وفقراء هذا الوطن. فسنبقى نتظاهر ونبقى الى ان يصل صوتنا الى كل العالم وإلى كل أرجاء هذه المعمورة. نحن العراقيون لا ولن نرضخ لحيتان الفساد التي تنخر في جسد هذا العراق. إننا نطالب العبادي أن لا يكون مجرد نسمع منه التصريحات الرنانة حول محاكمة وسأعمل وكذا وكذا وكذا. نريد أن نرى حيتان الفساد خلف القضبان، وإلا فأنت سوف تخسر كل الشعب العراقي وكل ما حققته من إنجازات في محاربتك لداعش والتأييد الشعبي. هذا ستخسره بموضوعين: إن لم تذب حيتان الفساد خلف القضبان، وإن لم تمنع موضوع الخصخصة الذي أفقدك شعبيتك في كل المحافظات الجنوبية. إحنا تعرفوا الشعراء هم لسان حال الشرفاء، منبع الخلق الرفيع، حاملي رسالة السلام. اليوم اللي تظاهر بالإسكندرية تظاهر عارمة ضد الفساد والفاسدين في الدولة في الحكومة. فإحنا تعرف ونقول لسان حال الشرفاء، إذا هو الشاعر هو ما بإحساسه اللي قدمه. فأقول العراق بين حبتك بالخانوك، بين حبه وشارتك راويها، ونفض عباءتك خل نشوف الباقوك، ونشوف كم بايق مستر بيها، ونشوف كم عقال طب العمان متآمر وعين الحقد عاميها، ومن طقت وبين حليب الترباش يعلوها فتنة وتاهة وباديها.